سرقيين، السلام عليكم، كيفكم؟ شو الاخبار؟ رجعت لكم بحلقه جديده ومقطع جديد. سرقيين حبايبي، صلي قاطع عن القناه ما يقارب اكثر من العشرة ايام، سحبه طويله هاي، بعتذر منكم تمام، بس كنت شوي مرضان وتعبان، علي العافيه يا انا. اليوم مقطعنا فيه عقاب الي تمام. بمقطع سابق يا اخوان، تحدي كان من احد المتابعين، بعت لي مقطع وحكى لي لو ضحكت 3 مرات بسبب المقطع فلازم اخذ عقاب من التعليقات تمام. فهلا رح ندخل على التعليقات ونشوف اكثر تعليق جايب لايكات رح اخذ العقاب ونفسه تمام. سرقين، فمتحمس كثير، بدي اشوف السرقين شو رح يعملوا فيني تمام يا اخوان. فقبل نبدا بالمقطع، دسوا لايك لهذا الفيديو ونزلنا تحت اشتركوا عندي بالقناه وفعلوا الجرس، رح تجيب المليون قريبا ترقبوا المليون كفو. اوكي يا اخوان، دسوا لايك للمقطع، اشتركوا تحت عندي بالقناه وفعلوا الجرس، ويلا نشوف التعليقات. اول عقاب، تروح لسوبر ماركت مخصص للملابس وقول لهم اريد بيتزا. اوكي 165 لايك، جميل. اللي بعده، شباب شو رايكم حسن يرقص قدام الكاميرا؟ لا صدق، 837 لايك، ما اعتقد في تعليق جايب هاي اللايكات. ولي على قامتي وانا شو حكيت بالمقطع؟ مرات تنزلوا حالكم لتحت تكتبوا عقاب لازم اسويه على حالي، واكثر عقاب بجيب لايكات رح نفسه يا اخوان، وعد مني، رح نفسه يا اخوان، وعد مني، وعد مني، نفسه يا اخوان، وعد مني. انا اعطيت وعد، انا اعطيت وعد، يا الله اعطيت وعد. انا اصلا هذا العقاب سهل كتير، اعطيني اللحن. لهون وبس، انا خسرت بهذاك التحدي وعملت العقاب، بس هاي المره ما راح اخسر، راح فوز تمام. سرقيين، لو ضحكت هاي المره كمان 3 مرات بتكتبوا لي تحت عقاب افظع من هيك، ما راح اخسر. يلا نفوت على المقطع. يا زلمه والله شكلك معصب. ماني معصب، ماني معصب، ماني معصب، ماني معصب. اوكي بدايه المقطع، عم يسوي عجينه. غبي طبعا، الابتسامة مسموحة. شو بيحاول يعمل؟ بايخة، ما بتضحك. اقوى، بدنا اقوى. كريستيانو رونالدو في قنبلة بانتظاره ألفونسو أريولا. رونالدو سلطان السلاطين لدوري أبطال أوروبا. رونالدو جو. أكل نصيب الحيوان. اوكي حلوة طريفة بس ما ضحكت، ابتسمت. اللي بعده. كيف يا اخي، في بعض اللقطات يعني تجبرك تضحك مو بيدك. اوكي اول مرة، يا ساتر. اوكي يا مك سعيدة بابا، يا مك سعيدة بابا، يا سعيدة، يا سعيدة، دخيل الله. شوف معصبة جميلة كثير هالقطة. اوكي هلا بعطيك منها مرقة، مرقة هاي على كيف كيف. اي أيوة والله، حاطم بلا حاجات عن البرد، وحاطم بعد علاج مريض. ما راح اضحك.
من عمي تيك سوى نفسه ميت. اوكي ما بضحك. اوكي خربت وجهه. ليك شو صار؟ ليك مين اكل الكف؟ شوف المسكين، شوفوا شوف 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 شوف. ما ضحكت ما ضحكت. ايوري ما هذه عجوز يا يمه يا خاله مسيرت له على ناس ووقت غدا وقالوا تغدى معنا يا خاله. قالت لا والله بروح لان بنتي يقولون انه مصلحة الرجيم وبروح اذوقه. ما في شيء ضحكت تضحك. اوكي عم ابتسم ما مضحك على فكرة. يا القصة تحمل يا الله فيها درسا جميلا. لو تأملت في القصة لوجدتها تشبه حالنا اليوم. مسكين القطة. ايوه شايفين تهوطان يا تمضان يا الاطفال صار في الكذب. حقيقة لك كيف عم يبكي؟ اخ انه طرق راسه بالباب على كبر. شو بده يطلع هذا الجيب؟ اخواننا البيض حد اذنكم موضوع ما يخصكم خالي. تعال تعال غافني تبعافكم. تبي تتزوج بيضة ما حد ماسكك بس لا تقول لي كلمة. أبي عدل الناس ليش في نسلنا. موسى بن عمران عليه السلام كان أسود، لقمان الحكيم كان أسود، عنتر بن شداد كان أسود. تبيها طناخة أبرار الحبشي بالو بكنيسة راح بيهدم الكعبة هم كان أسود. شفيك خالد شنو بعدل الناس ليش بيطلع نسلك مثلا من فوق بشري ومن تحت موستنك شنو بعدل من نيت خالي. تبي إذا تصير ننقرض نادرين ننقرض كل 100 مليون أبيض بينهم خال ويون لي هال يما يما بصور يا الخال تحسسك ان شخصيه بارني بيناتهم. ليش او يحطون المتحف كاتبين تحت هذا الكائن القامش اسمه الخال يعيش في الكره الارضيه كالبيض وحينما تضرب الطيران تتهافت عليها ارواح شريره. تبين نصير كذي ها؟ لا حبيبي مو كيفك ننقرض. كل خال ياخذ له خال يفرخ منها خمس بعدين عاد كيف ان شاء الله يتزوج ابو بشير ما حد له شغل فيه. ما شاء الله تبارك الله. هاتي 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 امي هاتي اقول هاتي كان هاتي ايش هذا رضعته صح؟ ايوه ابى اكب اللي جوا احط له فيها ريدبول. لا حول ولا قوه الا بالله. يا امي ما ابغى هذا حليب مو حليب خليه يطلع رجال. خليني اخذ لفتين على كل. هاي فكره حلوه بدي احط له بقلب قضيه الحليب ريدبول حتى يطلع رجال. لا اله الا الله. اوكي خلص. اوكي المقطع خلص. مثل ما شفت ضحكت مره واحده بالمقطع فانا هيك كسبت التحدي ما خسرت ما في عقاب. اوكي سرقيين لو كنت انتهى مقطع اليوم اتمنى انه ينال اعجابكم. شكرا لمسكر هذا المقطع سرقيين دوسوا لايك لهذا الفيديو واذا كنت اول مره عم تشاهدني اتمنى تشترك تحت عندي بالقناه وتفعل جرس التنبيهات راح تجيب المليون. كفو وبس يا اخوان مع السلامه. ولا نوصلك 10 مليون على عناد المضغوطين.